عاوز اقول لكم حاجه، انا محامي صح؟ طيب قبل ما اكون استاذ جامعه واستاذ دكتور وعميد كليه، تخصصي معروف، انا راجل بتاع قانون عام وتشريعات اقتصاديه. ايه سر المامي ببقيه العلوم؟ المامي لحبي ليها، اتنين لاني محامي، ما ينفعش اقف في اي محكمه اقول انا ما اعرفش دي ايه ولا ما اعرفش دي. لا، العلوم الانسانيه بتكمل بعضها بعض. اهم علم من هذه العلوم اللي انتوا كنتوا في الجامعه للاسف ما بتركزوش فيه علم الفقه واصوله. علم الفقه واصوله للاسف في كليه الحقوق كنا بندرس لكم الاساتذه بتوع الشريعه بيدرس لكم الفقه واصوله، كنتوا بتاخدوه مرور الكرام. لكن هو كان اللي بيعلمكم ويربي فيكم الملكه، الملكه في الكتابه والملكه في الالقاء. ولو فهمت مبادئ الفقه واصوله، خلي بالكم لن يقف امامي اي انسان اخر. في ايه؟ انه بيدلل على واقعيه الفكر، يدلل على واقعيه الاسلام، وانه ليس دين جامد، دين مرن يوائم ويلاق ويتوافق مع كل زمان وكل مكان. النهارده وما اجي اتكلم مع الاستاذ المحامي اللي بيفند ليا دعوه احوال شخصيه بصفه خاصه او اي دعوه اخرى، ايه فهمك لنص الماده الثانيه من الدستور؟ فهمك ليه؟ ايه فهمك لبعض مواد الاحوال الشخصيه المرتبطة بهذه المادة؟ ما هي درايتك بأحكام الدستورية العليا في مثل هذه المادة؟ ما هي درايتك بأحكام الإدارية العليا في مثل هذه المادة؟ طيب قبل ما أتكلم عن هذا، أنتوا عارفين لو إحنا لغينا الاجتهاد كأننا بنلغي العقل، مفيش حاجة اسمها غلق باب الاجتهاد. كل زمن له رجاله، كل زمن له رجاله، كان هناك أئمة عظماء حكموا وقرروا حسب البيئة اللي هم عايشين فيها، حسب بيئتهم، فاختلفوا فيما بينهم، اختلفوا في الفروع وأنا أوضح ليكم، لكنهم لم يختلفوا في الأصول. ومن هنا نقول أن الإسلام لا يضيق بالجديد في الحياة ولا يتنقر له ما دام يحقق نفعا ويسد مطلبا. طالما في هذا الموضوع نفع ليك وسد مطلب ليك، الإسلام يزكيه ويباركه بشرط ألا يخالف نصا أو اجتهادا. نقف عند كلمة نص أو اجتهاد. جاءت المادة الثانية من الدستور، قالت إيه المادة دي؟ الشريعة الإسلامية في الفقرة الثالثة منها المصدر الرئيسي للتشريع. المصدر الرئيسي ايه؟ تغيرت القوانين وتبدلت حتى وصلنا لدستور 14. المفردة تغيرت، المفردة اتغيرت ازاي؟ قالوا الاسلام دين الدولة، تمام ماشي، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، ماشي. تعالى بقى الفقرة الثالثة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هل قال الشريعة ولا قال مبادئ؟ أنت كمحامي بقى شنو بس؟ دورك أنت بقى إيه يا أستاذنا؟ عاوز نقصر، علشان كده عاوز أعلمكم يعني أتناقش معكم في حاجة. ربنا سبحانه وتعالى شرع الدين، جعله سهلا سمحا واسعا، ولم يجعله ضيقا. مين اللي بيشدد عليه؟ أنتم. ولذلك قيل شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم. افهموا روح التشريع. انت مبتقف في المحكمه بتقول ايه؟ نص القانون وروح القانون. نص القانون بيقول كذا، طب روح القانون. تعال معايا بروح القانون شويه. اذا هنا اما اجي اتكلم عن المبادئ، وقبل ما اتعرض لهذه المفرده واستطردها
بحكم الدستورية العليا وحكم الإدارية العليا في قضية معينة هشرحها لكم. أقول لكم يا جماعة المذاهب الفقهية اللي احنا نستقي منها مسائلنا كلها خاصة في مسائل الأحوال الشخصية عارفينها؟ عارفين المذاهب الفقهية؟ ها؟ أقول لك شو أقول لكم؟ ما تقولوا أربعة شاع دول إيه؟ ده المذهب أهل السنة. مذهب إيه؟ أهل السنة والجماعة. دي مسمية أنا أرفضها، لكن هناك مذاهب متعددة. وذلك من عظمة مصر، عظمة مصر على مدار التاريخ أنها كانت بتدرس كل المذاهب، حتى المذهب الجعفري الشيعة في الأزهر. ليه؟ إن إحنا بنتقبل الآخر وبنسمع للآخر، هم يحكموا العقل وإحنا بنحكم النقل، إحنا نجمع بين العاطفة والعقل، هم يحكموا العقل فقط. وهقول لكم ليه الكلام ده. طيب المذاهب دول نبدأ بالكبير فيهم، مذهب الإمام مين؟ أبو حنيفة النعمان، كلكم عارفين ولا لا؟ الراجل ده هذا العالم الجليل كان بيأخذ الأحكام منين؟ وهل مصادر الأحكام عنده بتختلف عن مصادر الأحكام عند الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الليث ولا إيه؟ تعالوا نشوف كده. الإمام أبو حنيفة النعمان كان بيأخذ الأحكام من خمسة مصادر. ركزوا معايا عشان أرجع لكم لمبادئ الشريعة. أنا عاوز أخاطب فيكم وجدان القاضي، أخاطب فيكم العقل السليم والمنطق المستقيم. أو لا تحكموا العاطفة في الحكم على الأشياء. أنا بتكلم النهاردة الإمام، مش دول أئمتنا؟ تعالوا شوف أئمتنا فكروا إزاي وأنتوا بتفكروا إزاي. ومن يسيء إلى الدين كما قال الشاعر غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. هذا هو حالنا احنا اليوم، جناه ونحن المجنى علينا، ظلمة وإحنا المظلومين. فنقول الإمام أبو حنيف كان بيأخذ الأحكام منين؟ أول شيء كتاب الله، صح؟ متفق عليه ومش متفق عليه؟ المفروض المصدر الثاني إيه؟ ها؟ السنة. كان الوحيد الذي يتشدد في قبول الحديث. أما الإمام مالك والشافعي وباقي الأئمة يأخذ بالسنة إطلاقا. وأنتوا عارفين السنة قولية أو فعلية أو تقريرية، لكن هو الوحيد الذي كان يتشدد في قبول الحديث وكان يقدم القياس. خلي بالكم بقى، يقدم إيه؟ ثم الاستحسان ثم الحيل الشرعية. شوف المصدر هو خمسة، خلاف تام لشتام بقى مع باقي الأئمة في 90%. هل ضربوا مع بعض؟ هل سبوا بعض؟ هل شتموا بعض؟ هذا اجتهد وهذا اجتهد، رأي غيري يحتمل الصواب ورأي أنا يحتمل إيه؟ كان إمام أبو حنيفة يقول كده، رأي غيري يحتمل الصواب ورأي أنا يحتمل الخطأ. شوف الأدب العلماء. طيب طب ليه يا إمام الشافعي ما خدتش بالاستحسان وبالحيلة الشرعية؟ ليه يا إمام أبو الإمام مالك ما خدتش بالاستحسان والحيلة الشرعية؟ ليه الإمام أبو حنيفة أخذ بهذين الأصلين وقدمهما على كثير من الايه من المصادر؟ الإمام أبو حنيفة كان راجل يسكن في الكوفة، يسكن في الكوفة، والكوفة متخمة لفارس لإيران، فدايما كانوا بنسموا أهل العراق وأهل الكوفة الأرأتيون. الأرأتيون ليه؟ كانوا بيقيسوا على المسألة الواحدة 100 مسألة. أرأيت لو فعل اسمك إيه؟ ضياء. أرأيت لو ضياء فعل كذا، ماذا لو فعل كذا؟ ماذا لو فعل كذا؟ الله، في مسألة واحدة، فيقيسوا على المسألة 100 مسألة، فسموا الأرأتيون. فكان الإمام أبو حنيفة يسكن في الكوفة وهي متخمة لفارس، وكان أهل فارس يتسموا بالعقل، عندهم عقل، كان النقل يتشدد عنده شوية، فتشرب ثقافته منهم، فبدأ يأخذ بالأمور التي فيها فطنة وذكاء، إعمال عقل. ونضرب مثال، نضرب مثال، هو ليه أنت يا إمام أبو حنيفة خدت بالحيل الشرعية؟ إيه الحيل الشرعية؟ عارفين عنها حاجة؟ تعالوا
تعرف حاجه عن الحيله الشرعيه؟ في مثل في مصر كده، ام بتاع في زنقه بتقول ايه؟ خرجني من الزنقه، انا وقعت في ورطه، مش بتقولوا كده؟ انا وقعت في ورطه خرجني منها. اللي بنسميها المخارج من المضايق، المخارج من المضايق او الخروج من زنقه. ونضرب مثال واحد، معلش بقى لا حياء في فهم الدين، اقسم على زوجته ليجامعها في نهار رمضان، قسم اقسم عليها ليجامعها في نهار ايه؟ وده حلال ولا حرام؟ ليه حرام؟ اقول بس النص القراني قال ايه؟ اتفضل قوم اقف، عايز اسمع صوتك كده، شوف مفكروا ازاي يعني. طيب دي آية أحل لكم، أنا بتكلم في نهار رمضان. النهار بنتكلم بالنهار. طيب حد فاهم؟ شوف كم أستاذ محامي قاعدين بيحكم كم أسرة. هل هو ساعتك إذا افتقد هذا الفهم أسرته هتفهم إزاي؟ ها في حد هنا؟ حد عارف؟ أمهات المسلمين، أنت أمهات. ها طيب شوف، ها مش مشكلة إن إحنا ما نفهمش، لا دي مصيبة. انتوا ما تفهموش املك شعركم، شرعكم مصيبه. هم ولادكم بيتعلموا ايه؟ ده كان الرساله لسه نازله دلوقتي. الله يبارك. نازله امبارح. مش ازاي؟ فانا بقول هنا يا جماعه، نازل حد بقى يا جماعه، مش انتوا عندكم النصوص لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، صح كده ولا غلط؟ طب في ايه بتقابلها؟ ايه ايه بتقابلها؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. كويس؟ طب في حاجة تانية بتقابلها؟ إذا باتت المرأة وزوجها عليها غضباء باتت تلعن فيها الملائكة، وأيما امرأة أدعاها زوجها فامتنعت، ها؟ باتت تلعنها الملائكة، طب الست وقعت في ورطة، أنا أصدق مين؟ أمشي مع مين؟ الراجل حلف إن ما حصلش دلوقتي أنت طالق. طلقة ايه؟ طلقة بائنة بيننا كبرى. عارف يعني ايه بيننا بيننا كبرى؟ ايه يا ريس؟ ده زيكم كده، عارفين ايه كمان راجل؟ مش عارفين ايه بيننا كبرى؟ بيننا كبرى وبيننا كبرى. عارفة؟ عارفة؟ طيب شوف، حد عارف يا ولاد؟ ده انتوا درستوا الكلام ده عن درسوه والواقع يخليكم تعرفوه. ايه دي؟ طيب ها؟ طيب مين اللي رفعت ايدها؟ انت؟ اتفضلي وما في. طب تعالي هنا يا استاذ، تعالي فرحينا كده، فرحينا. انت حاجه هتديكي جايزه النهارده. تعالي. ها؟ دي بينونه صغرى. اه بينونه صغرى. البينونة الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ماشي خلاص. الراجل بقى وصل معاها للبينونة ايه؟ الكبرى. خلاص يعني هتصبح بيتها ايه؟ هيتخرب وولادها هيضيعوا، ولا هنعمل ايه؟ اتفضل يا استاذ. لا الموضوع شكله مش حلو خالص. موضوع خلاص بقى. وهو انا هنا لا حياء في فهم الدين. كنت بشرح للعيال في الخليج وفي اسيا الوسطى اكتر من كده، فبشرح لهم امور خطيره شويه. المهم ده الست تعمل ايه؟ فذهبوا الى مين؟ الى الامام ابو حنيفه. ايه الحل؟ تسمع كلام جوزها؟ كويس. تسمع كلام جوزها؟ تعصي ربها؟ ها؟ طب نعمل ايه؟ عاوزين بقى لا تعصي ربها وتسمع كلام جوزها. يلا بقى يا كمحاميه انت بقى. يلا اجتهد. يلا بقى اجتهد. عاوزين اي اجتهاد كده او كده يعني ايه؟ هنوصل للصح. هنوصل للصح. اجتهد بقى. احنا عاوزينها تسمع كلام جوزها وما تعصيش ربها. ها؟ تسمع كلام جوزها وما تعصيش ربها. اللي عنده استعداد يقوم. اتفضل يا قوم واقف. عاوز افطر اليوم ده واصوم يوم ثاني بعد رمضان. طب ممكن تسأله؟ لا هو قرب ايه؟ قرب شويه. لكن ماذا فعل الامام؟ شوف فتنه بقى، فتنه القاضي يا استاذ. فتنه الامام ابو حنيفه هنا في هذا التوقيت كان ايه؟ قاضي، صح؟ يعني فتنه المحامي، يعني فتنه القضاء الجالس او القضاء الواقف. ماذا قال؟ قال له خذها وسافر.
خذا وايه؟ والانسان لما بيسافر بيعمل ايه؟ بيفطر ولا ما يفطرش؟ ابقى هنا كده لا عصى ربه ولا خرب بيته. ده بنسميها ايه؟ الحيله الشرعيه. اسمها ايه؟ الحيله، يعني حيله الشرعيه. ما خارج من مضار اخذناها منين؟ وما ضرش وما ضرش حد خالص. لا خرب لا ز... لا لا, ز... لا خرب بيت مراته ولا هو ولا عصى ربه، صح؟ فقال له خذها وسافر. ها ده فطنة. ايه فطنة؟ مش نافذها ازاي؟ يعني انت مثلا جوزك لو اقسم عليك في نهار رمضان، ها انت حجة اهي، حجة اهي، رخصة اهي، خديه وسافر. رخصة الله. ايه ما نعمل رخصة شرعية؟ مش امال لما صدر الاحكام ازاي؟ مش بنقول ما دي رخصة يا بنتي. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، وصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ربنا بيتصدق عليكم، أنتم رافضين. زاد ده التشدد اللي احنا عاوزينكم تفهموا الإسلام، افهموا روح الإسلام. أموركم الخاصة فيها الكثير والكثير، بدءا من الحيض والنفاس إلى الموت، فيها أمور ميسرة كثيرة كثيرة كثيرة. لو فهمتموها يا سلام لصرنا عظماء عظيمات. ده معنى كده ان هم الدين او القرآن بالنسبة لهم يعني ايه؟ محدود كده، محدود يعني. شوف احنا وبالرغم ان الحياه الشرعيه والكلام ده كله بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ القرآن بيعمل ايه؟ وهو بيحل ايه؟ نعم. والأئمة دي بيعملوا ايه؟ الفطنة، الزكاة. يعني النهاردة يعني زوجة وطلاق وما كانش هيبقى فيه كان، لا اتفقوا الإمام قال لا ما ينفعش، وإيه وهي راحت مع جوزها والأمور مشيت كويس جدا والحياة وما خالفش القرآن ولا خالف السنة. يعني ما خالفش القرآن ولا السنة. يسألكوا على حاجة هتقولوا إيه؟ ده يا معالي النقيب، يا معالي النقيب. أنا بتكلم في مصدر واحد بس من مصادر التشريع، وهو إيه؟ الحيل الشرعية. الحيل إيه؟ الشرعية. مثال تاني، مثال تاني اتعلموا أنتوا يا بنات بالذات. واجى الأعرابي، أعرابي أنتوا عارفين يعني إيه؟ تعرفين يا جماعة البدو. وقع على زوجتي في نهار رمضان، وقع عليها يعني جامعة. فراح الست والراجل راحوا الإمام. راحوا الإمام مين؟ راحوا الإمام مالك. راحوا الإمام مالك فقالوا هلكنا، هلكنا، ضعنا خلاص، احنا عاصينا ربنا. احنا عاصينا ايه؟ ربنا. فتبسم خلاص. طيب قبليها كانت هذه الواقعة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل ذهب اخذ زوجته وجري على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال احنا ضعنا خلاص، احنا عاصينا ربنا، احنا خلاص هنخش النار. النص بقى فتبسم صلى الله عليه وسلم، قال له ما هي اللي حدث؟ قال كذا كذا كذا. شوف بقى، شوف القاضي. تعالى يا استاذ هنا، كلكم تعالوا هنا. تعالى. اللي بيبقوا متاخرين دول بقى. اه. مش هيحصل تاني الكلام ده على فكره. ايه في الباب؟ انظروا القاضي كيف قابل الخصوم، قابل الخصوم، قابلهم بغلظة أم قابلهم بتبسم؟ تبسم. يعني هدي من وقعك شوية، الراجل جاي بقى ضايع. فقال له ماذا فعلت؟ فحكى له. قال له أيه. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال له لا ما أقدرش. قال له طيب هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال له لا، لا هصوم ولا هطعم، ها ولن أعتق رقبة من باب أولى، لأن دي اسمها كفارة إيه؟ كفارة إيه؟ ها مش عارفين دي اسمها كفارة إيه؟ كفارة الزهار. عارفين الزهار اللي هو إيه؟ عارفينه؟ الزهار يا ولا شباب عارفينه؟ ها
ايه؟ ان الواحد يقول لمراته انت علي كظهر امي، يعني انت محرم علي كامي. لو قال لها كده يعد طلاق ولا يعد ايه؟ خلي بالكم دي مسائل احوال شخصيه المفروض تدرسوها كويس. هو الظهار طلاق ولا لا؟ نعرف. وهل يعد من ضمن الطلاقات ولا لا؟ ولو واحد جالي وقال لك يا استاذه، او واحده قالت لك يا استاذه، يا استاذ زوجي طلقني طلقتين وقال لي انت علي كظهر امي، هل اصبحت محرم عليه؟ لا. شوف اسمع بقى، شوف اختلفتوا ولا ما اختلفتوش؟ اختلفتوا. لا غلط. لازم تعرفوا الامور دي يا شباب. انت معظم مش شغلك في الاحوال الشخصيه، معظم شغلكم انتوا، معظم شغلكم في الاحوال الشخصيه، وهي معظم اكثر القضايا. ما يشوفوا حد ها؟ عايزين محامين بقى هم. طب هم عاوزين محامين فعلا. فانا وبعدين اذن يا شباب، يا شباب انا عاوز اصدر لكم ان خلاف الائمه، خلاف الائمه اسوه لنا، يدلل على ان لكل زمن رجاله. فما يحدث الان من وسائل التواصل الاجتماعي ومسائل تقنيه حديثه وتقدم، كان موجود ده زمان؟ ما كانش موجود. ومن هنا جاءت القاعده الشرعيه اللي تحفظوها كويس، تغير الاحكام الاجتهاديه بتغير الزمان والمكان والظروف والاشخاص. ولو درستم وعرفتم الكلام ده في الكليه في مساله الكلاله ومساله المدرسه، المساله العمريه او الحمريه، ها في المواريث الذين قالوا هب ان ابانا حمارا اليست امنا واحده، الاخوه الام مع الاخوه الاب، يرث ولا ما يرثوش؟ قالوا الاخوه الام لا يرث، الاخوه الام ايه؟ فذهبوا الامام سيدنا عمر بن الخطاب فكان بيسميها المساله العمريه او المساله الحجريه، فقالوا الله هب ان ابانا حمارا اليست امنا واحده؟ فقال ايوه. لا طبعا اخلص الام سوى بينه وبين الميراث، فاصبح الاخوه الام يشتركوا مع الاخوه الاب في الميراث. فاهمين؟ جاءت مساله اخرى قالوا ما انت عملت كده، قال على هذا نقض وعلى هذا قضينا. خلاص اذن الله، ايه العله في تغير الاحكام بحسب الظروف والاشخاص؟ واحد جالك بيقول لك يا استاذه انا قاعد مع مراتي في الليفنج او في الغرفه وبنهزر وقلت لها انت طالق. هزار برضه؟ هزار. ماشي ازاي؟ واحد جاء قال لك يا استاذ انا مراتي استفزتني وعملت فيا كذا وكذا، فقلت لها في مجلس العقد انت طالق طالق طالق. مسائل احوال شخصيه ايه؟ في المحاكم، وتروح المحاكم ممكن تبوظ القضيه بسبب كده. ها نعمل ايه في الاولى؟ اللي بيعذر ايه؟ لا تقع. انا بهزر معاك واقول لك ها ها انت طالق. سلاسن نعم، سلاسن جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لو قعد انا اعجب واحدة كده قلت لها ايه تتجوزيني؟ ده موافقة اتجوزك. ده ينفع فيه هزار ده؟ اما الشهود واما كذا ده خلاف فيه بين الأئمة. خلي بالك. طيب ده اذا سلاسن جدهن ايه؟ جد، والهزار فيهم جد. الهزار فيهم جد. جد. مثلا طلقه، طلقه رجعيه، طلقه رجعيه وضحك كده ولا يلا تعالى او بس كده ها ها خلاص رجعنا رجع رجع خلاص. والرجل له في حق المراجعه يا اما مراجعه قوليه يقول لها تعالي، يا اما مراجعه فعليه، يا اما مراجعه ايه يضحك معاها يهزر معاها ينام معاها هكذا. ده الايه؟ ده الفقه يا اولاد. ده المساله الاولانيه. المساله الثانيه اللي انا سالتها دلوقتي، لو متعصب وطلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد ها تقع ايه؟ ايه دليلك؟ ايه دليلك؟ عشان ما تقصر الاحكام.
ما تقولش في الاحكام الفقهيه بالهوى. انا لسه ما دخلتش على الحكم الدستوري ولا الحكم الاداريه. قال لها في ثلاث جلسات انت طالق طالق طالق، هل تعد طلقه واحده ام تعد طلقه بائنه بينونه كبرى؟ ها هو في واقعنا الان يستوجب ما يلي. ليه اختلفوا في هذه المسألة على خمسة آراء؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعد الثلاث طلقات في مجلس واحد طلقة واحدة، وكذلك عهد سيدنا أبي بكر الصديق في خلافته. جاء سيدنا عمر بن الخطاب لقى الناس إيه بقت يستهينوا بالأمر، يستهينوا بالأمر بالأمر. الرجل قبل ما يخرج من البيت يقول أنا رايح السوق، يقول اليوم هحلف ألف طلاق يا رب مش هعملهم ولا طلع. فبدا يستهين بالامر، فقال لا 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 لا، ثلاث طلقات في مجلس واحد تعد طلقه بائنه بينونه كبر. خلاص ده الراي الثالث. ده جاء الراي الرابع. الراي الرابع قال لك ايه؟ الاشهاد على الطلاق. ده مين بياخد وقت؟ ابن عباس. جاء الشيعة قال لك لا، كما ينعقد الزواج بالاشهاد يقع الطلاق بالإشهاد. تاني، كما ينعقد الزواج بالإشهاد ينعقد الطلاق بالإشهاد، يقع الطلاق بالإشهاد. وأنا هذا الرأي أستسيغه جدا جدا، لأن النهاردة الوزع الديني ضعف، وأصبح الرجل النهاردة لا يتحسس المفردة اللي بتخرج من لسانه، وأصبحت المرأة النهاردة بحكم التواصل الاجتماعي مستفزة أو غلبانة مغلوب على أمرها. فإيه اللي يفصل هذا عن هذا؟ قال لك الإشهاد على الطلاق. هل هذا يلغي الطلاق؟ اللي حق الرجل أنه يطلق، لكن أشهد على طلاقي. أشهد إليه؟ دي مسألة وكلكم فيها رأي، لأن هذه المسألة مصارة الآن. حكم الإشهاد على الطلاق، تقولوا يا جماعة يا أساتذة يا محامين حاكوا الواقع. الإسلام دين واقعي، يعرف أن الحياة التي نعيش فيها كالمرأة التي تلد، تأتي كل ساعة بوليد، تحدث كل يوم حدثا، وما تضيفه الأيام والليالي من مواليد الإسلام بيفسح له مجال ما بين أحكامه ومبادئه. الإسلام لا يضيق بالحياة ولا يضيق بالجديد ما دام يحقق نفعا ويسد مطلبا. إذن القاعدة الأولى اللي انتم تحتفظوها أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، الأحكام الاجتهادية. ابعدي عن العبادة والعقيدة، العبادة والعقيدة، أما الأحكام الأخرى تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والأشخاص. أيضا هناك قاعدة أخرى نسير عليها حتى ما بنكتب في أبحاثنا العلمية، حتى في مذكراتنا أمام القضاء، قاعدة مهمة جدا. العباد دول خلق من؟ مش انتوا بتدرسوا كده ربنا ارحم بالعبد من امه، صح؟ سبحان الله. اذا ربنا بيبحث عن عذاب العبد ولا بيبحث عن راحه العبد؟ لانك يا عبد انت مخلوقه، وهو احن عليك من الام على رضيعها. فقلنا ايه؟ هناك قاعده فقهيه، تحقق مصالح العباد يعني تحقق شرع الله، فحيثما تكون المصلحة فسمى شرع الله. تاني، تحقق مصالح العباد يعني تحقق شرع الله، فحيثما تكون المصلحة فسمى شرع الله. تيجي واحدة تقول الله، طبعا مصلحة الراجل ان يكون عنده اموال فيتاجر في المخدرات، صح كده؟ من مصلحة الرجل ان يتجوز اكتر من واحد؟ لا، الا اذا اصطدم بايه؟ بنص قطع الثبوت، قطع الدلالة. تاني، نص واضح، والامور التي جاءت على سبيل القطع يمكن حصرها على اصابع اليد. فالاصل في كل الاشياء الاباحة الا ما حرم بنص، اصل في كل الاشياء. ما انتوا بقى هنا عشان كده تحفظوا، عشان لا نخرج عن الموضوع. طيب اذا هنا عاوز اخلص من ذلك، ان انتوا تقبلوا الراي الاخر. الائمه الكبار اختلفوا لكن كانوا محترمين في اختلافهم،
وكانوا يؤصلوا. اما الان تعالوا بقى كده، جاء الامام ابو حنيفه خد بالحيل الشرعيه، جاء الامام الشافعي قال لا مش هاخد بيها، جاء الامام مالك قال مش هاخد بيها. الله، هل هذا يخالف؟ وخلاها ايه المصدر الثالث، المصدر الرابع بعد القياس، بعد القياس نخرج من هذا وذاك. الله، طب هنا بقى اين الشريعه الاسلاميه؟ هم الجماعه دول بنوا احكامهم على ايه؟ مصادر الشريعه الاسلاميه ولا مصادر الاحكام التي تؤخذ من الشريعه الاسلاميه؟ اجتهدوا ازاي؟ خدوها منين؟ ايه مصادر الشريعه الاسلاميه بقى؟ او مصادر الاحكام ايه؟ يعني مثلا نقول الاحكام المصريه، القانون المصري، مصادر الاحكام عندنا، مصادر الاحكام ايه هي؟ لا اوائل اللي امي بيتكلم انا عاوز اسمح مصادر ناخد القضاء المصري، او احنا بناخد مصادرنا احكام منين؟ بناخدها منين؟ اتفضل يا استاذ، اتفضل اتفضل. تاني استنى دقق في كلامك، ها الدستور؟ لا لا تاني، قلت الدستور، ها اثنين قضاء العرف، ها ما هي مبادئ الشريعه اساس الدستور. تاني بقى اديك احنا قلنا بناخذ احكامنا وفقا لما نصوص الدستور، بنعمل القوانين اللي هي التشريعات العاديه بناء على النصوص المبهمه الجامده اللي موجوده في الدستور، بناخدها احنا كده نفصلها. مين يفصلها؟ مجلس النواب، اسمها التشريعات ايه؟ العاديه. طيب عاوزين نفصل القانون بنعمله ايه؟ لائحه. مين يعمل اللائحه؟ السلطه التنفيذيه. بدل ما القانون ماده نعمله 10 مواد، 10 في اللائحه، يبقى اللائحه التنفيذيه بتفصل القانون، والقانون يفسر الدستور. طب القانون واللائحه والقانون والدستور اساسه ايه؟ لا مش الشريعه الاسلاميه، مبادئ الشريعه الاسلاميه. مبادئ الشريعه، انا لن اتك الشريعه الاسلاميه كلمه عظيمه. اما اجي اقول النهارده المبادئ الشريعه الاسلاميه بتدعو ليه؟ الشريعه الاسلاميه ما فيها عبادات ومعاملات واحوال شخصيه وعقوبات، فيها كثير وكثير. هل احنا اخذنا بالشريعه الاسلاميه ام المبادئ التي تدعو اليها الشريعه الاسلاميه وكافه الاديان او كافه الشرائع الاخرى؟ فما اقول النهارده الشريعه الاسلاميه تدعو ليه؟ الى الرحمه، ها؟ الشريعه اليهوديه تدعو ليه؟ الى الرحمه. الشريعه المسيحيه تدعو ليه؟ الى الرحمه، ها؟ الشريعه الاسلاميه تدعو ليه؟ تدعو لمبادئ انسانيه نبيله، تدعو لمبادئ حب الخير للغير، كذلك بقيه الشرائع الا بعد التحريف التوراه اللي حصل فيها ما حصل. اذا النهارده ما بتكلم عن مبادئ الشريعه الاسلاميه التي تحكمها نصوص قطعيه، نصوص وليست ظنيه اخذ بها. الله، يعني النصوص القانونيه تتفق مع مبادئ الشريعه الاسلاميه؟ بالطبع طبعا، لان النصوص القانونيه مستقاه من مبادئ الشريعه الاسلاميه. انا النهارده ما اقدرش اعمل قانون مثلا يبيح ايه؟ الخمر. اقدر فيه كده؟ في قانون عندنا بس يبيح الخمر، ها؟ يبيح ايه؟ تقييد الزواج، ها؟ في تقييد الزواج عندك؟ لا بس في حاجه الخمر. طب قولها كده. في قانون، في قانون كويس، ما انت ممكن تروح في عوامه وتعمل غلط، ده بينص قانون. لا لا، في احكام، بقول قانون قانون. اما سلوكيات ده شيء تاني خالص. انا بقول لك اسمك ايه يا استاذ؟ اقم الصلاه يا عبد الوهاب، لمصلحتك ومش مصلحتك مش هقيم الصلاه، ها؟ اعمل لك ايه؟ اضربك؟ ها خلاص. انت ان الانسان على نفسه بصيره. انا بتكلم عن القانون، هل في قانون بينظم المخدرات بيبيح المخدرات؟ لا طبعا. يبيح الرشوه؟ لا. يبيح الدعاره او البغاء؟ في ولا ما فيش؟ كل ده محرر بنص في القران. انا عاوزك تتكلم كمحامي، تكلمني بنص الماده. بقول لك في قانون، في دستور بيقول كده بخلاف الدساتير الاخرى. انا اطلعت على دساتير في نص صراحه، ها؟
في اتفضل. هو ما فيش قانون بيحل، ما فيش قانون برضه بيمنع. اتفضل. يعني ما فيش قانون. طيب لو انت اتمسكت في قضيه مخدرات بتحب استنى بس استنى استنى لو اتمسكت قضيه مخدرات بوديك الحمام السباحه وبوديك في ايه؟ هو بيتكلم على البتاع على القمر عادي. لا استنى، انتوا بتتكلموا مع بعض كده انا مش فاهمين. تعال هنا اهو، تعال. هو بيتكلم عشان يتكلم. هو انا فاهم القانون. تعال اسم الكريم ايه؟ هشام. استاذ هشام اتفضل. استاذ هشام هو بيتكلم على القمر، على محلات الخمر وبتاع، مفيش قانون يمنع ان تفتح محل خمر في البلد. طب كويس، هل في قانون بيلزمك انك تشتري خمر؟ لا مفيش قانون بيلزم. انت لا هو قصده ان في فراغ في القانون دلوقتي، ان هو مفيش حاجه بتمنع، فاهمني؟ مفيش قانون يمنع ان انت تشتري خمر. فلنفرض ان انت انا دلوقتي سكرت، هو في قانون يمنع ان انت تسوق وانت سكران ماشي، انما قانون ان انت يمنع ان انت تتاجر في الخمر. يعني قصدك ان فتح محلات الخمور انما الخمر والميس والانصاب والازلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه امر، والامر يقتضي الوجوب. الامر ايه؟ اجتنبوه. بيخاطب هنا مين بقى؟ بيخاطب مين؟ كل البشر. الشريعه الاسلاميه انما القانون يا استاذ، الشريعه اقوى من القانون. الشريعه اقوى من القانون، ولذلك في حرام. اما الباقي اللي هو هيتعاقب عليه. هو انا ما انا بكلمك عن الاساس، هل اباحه؟ مش اباح حاجه بس خلاص. هل الزمك؟ ما الزمكش. اذا هنا هنا اقدر اعمل قانون على عكس مبادئ الشريعه؟ ما اقدرش. ها عاوز اعمل قانون اقيد فيه الزواج. الاصل في الزواج ايه؟ مين اللي تشوف واحد بيقول ايه؟ التعدد، صح؟ ها طيب هنا الاصل في الزواج ايه يا اولاد؟ ها عارفين يا اولاد لما تتعمقوا في الفقه وتتعمقوا في نصوص القرآن، اتفضل يا عم وتفسروا فيها. ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ها قال تعالى: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. خلي بالكم، اذا بعد ما قال ايه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا فواحده. اي منا يبحث عن اي عدل؟ لا ملكة ايمانكم دي ما يفهمون. ها اي عدل؟ اي عدل؟ ده عدل حتى في ايه؟ في النظره، في القبله. المجوز دي اجل جدي راح اقابلز دي قاعد هكذا. العدل في كل شيء. اتفضل. الله لا تلومني فيما ايه؟ تملك ولا املك. قلبه القلب القلب وما يريد خلاص. لكن العداله ايه؟ العداله. فمن منا سيعدل؟ ومن لا يعدل يوم ياتي يوم القيامه وشقه ايه؟ مائل. اللي لا يزال يعني. اذا الاصل كما اراه انا بقى في الشريعه الاسلاميه، اذا كان يقال ان الاصل التعدد، لكن اقول ان الاصل واحد. اللي قادر يعدل يروح يتجوز، مش قادر يعدل هو اللي هيعاقب نفسه. هناخد المساله دي مساله يعني. اذا هنا في اتفضل يا استاذ. إذا هنا هل القانون المصري رغم هذا قال فيه تقييد لحق الزوجات؟ في تونس عملوا كده، في كل دول العالم، معظم دول العالم عملوا كده خلاص. واحدة بس قيد. طيب ده بيئتهم شرائعهم كده. بعض الدول الأخرى بيستدعوا مصريين لأنه ما عندهمش خصوب، يستدعوا مصريين ويقولوا اتجوز وبلاش، ما عندوش شباب. بقت زي أوروبا القديمة، بقت كل الشيخوخه فوق 80 سنه، كل شيخ بس مع القريه ايه؟ العجوز. ها فده الحمد لله احنا عندنا في المية 65% شباب. ما في حاجه غير. طيب اذا هنا في البيئه ممكن اقيد وممكن اعدد. دلوقتي في بريطانيا اللي هي دوله غير مسلمه بداوا ينادوا بالتعدد، ما فيش. والبنات، انا رحت دوله في اسيا الوسطى وجدت النسبه 8-2، 8-2، كل ولد أو كل حرمة أو كل بنت لها 8، مش يتجوزوها، لا، على أساس يعني عدد البنات للأولاد. ها 8-2 يعني بنات أكتر من إيه؟ أبقى الدولة دي المفروض تفرض التعدد ولا لا؟ ده مصلحة من؟ مصلحة البلد. ها
هنا بقى دي بقى تحقق مصالح العباد، والا هتتفشى جريمه ايه زي ما انتم شايفين، وبالتالي يحصل خلل مجتمعي. ابقى التشريع حسب البيئه، التشريع حسب ايه البيئه احكم بيها كده. فوجدت هناك الراجل بيتجوز، وايه بقى العروسه ايه جمال ايه واصل ايه وده، وبدون مقابل، هي اللي بتجيب له الشبكه، هي اللي بتجيب له الشبكه. فازد وانا حضرت افراح يعني ورحت وحضرت. اذا المحصله ان تحقق مصالح العباد يعني تحقق شرع الله فيما لا يصطدم بنص قطعي الثبوت قطعي الدلاله. خلصنا من ده وده بقى. طيب هاجي اقول في تفسيري لمبادئ الشريعه الاسلاميه وحكم الدستوريه العليا وحكم المحكمه الاداريه العليا. المدرية العليا اتبان فوضى 25 يناير وما تبعها، وجدنا في كلية الشرطة ضباط ملتحيين وعملوا مشاكل وبتاع. المهم الداخلية ايه فصلته، فلجوا الى المحكمة. كانوا معتصمين ده عملوا اللي عملوه بقى، فلجوا المحكمة القضائية. انت كمحامي بقى اعتصم قدام محكمة النقض حوالي 3 اشهر. انت بقى كمحامي بقى شوف القضية دي عشان تقرأ الحكم بتاعها كويس. راحوا محكمة القضاء الإداري، في محكمة القضاء الإداري في هذا العقد حكمت إيه بعودته، فتم الطعن من قبل قضاء الدولة أمام الإدارية العليا. تعالوا بقى أقرأوا حكم الإدارية العليا، هم كانوا بيقولوا إيه يعني. بيستنوا إلى نص المادة الثانية من الدستور اللي هي بتقول إيه بقى الفقرة الثالثة منها، الدولة دينها ايه؟ الإسلام، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. تعالى بقى كده، قالوا وبما أننا كذلك فليس هناك نص يمنعنا من إطلاق ايه؟ لحد دلوقتي الكلام ايه؟ منطقي صح؟ وليس هناك نص قطعي الثبوت قطعي الدلاله يجبرنا على اطلاق ايه اللحن. فاحنا اخذنا مبادئ الشريعه الاسلاميه. ايه رايكم في الكلام ده الاول؟ انا عاوزكم تجيبوا لي نص قطعي الثبوت قطعي الدلاله على وجوب اطلاق اللحن. طب وايه العله إن في الدولة يمنع أن يكون هناك ضابط أو عسكري؟ أنا كنا دخلنا الجيش، كنا دخلنا يعني احنا كل يوم ماشي. طيب ماليش دعوة، بتكلم على هنا في مصر بصفة خاصة. الدول اللي عملوا فيها زي إيران وزي الدول الأخرى اتقلبوا على بعضهم، بقت طوائف وشيع، بقت كل طائفة لها حزب. ها فهات النص. فالشريعة المحكمة الإدارية العليا قالت إيه بقى؟ قلت تعالى بقى احنا بنبحث في الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. الأدلة المتفق عليها بين الأئمة كم؟ أربعة: كتاب، سنة، إجماع، قياس. ذاكروا معايا وقرأوا معايا، عيب إن كل الحاجات دي انتوا شكلكم ما كنتوش تحضروا في الجامعة خالص. طيب على كل كلكم زملاء وكلكم أساتذة محامين وكلكم أهلا وسهلا، بس انتوا تعوضوا هذا بالقراءه. بالظبط. عيب. انا لحد دلوقتي بقرا يعني، وصلت لاعلى الدرجات العلميه بروف يعني، ده عملت اكتر من 30 بحث وعملت اكتر، بس ايه لازم اقرا، لازم اشوف الجديد، لازم اطلع. انا راجل بتاع اقتصاد سياسي بتاع قانون عام، لكن بشرح شريعه. واي استاذ شريعه مع احترام وتقدير ليه ما يقفش قصادي، لان اتعمقت برضك ودرستها في دول اخرى. المحصله احنا بنتكلم دلوقتي عن الادله المتفق عليها بين الائمه: الكتاب، السنه، الاجماع، القياس، كله متفق على كده. اما المختلف فيها بقى، ونحن انا وانت بقى كمقلدين مش هنقول مجتهدين، هناخد بايه يعني؟ مثلا اختلفوا في سد الذرائع. سد ايه يعني؟ سد الوسائل المؤديه الى الحرام. يعني مثلا ضياء ايه رايك
لو قلت لك يا استاذ ضياء تعالى اقعد جنبي قوم يا زميلي اقعدي جنبي الكرسي الملاصق ليه ده قلت لي انت ايه غلط قال الاستاذ الثاني قال لي حرام قال الاستاذ ده قال لي ايه المانع خلي بالكم انت جبت كلامك منين جبت رايك على ايه اسست رايك على ايه وانت اسست رايك على ايه وهو اسس رايه على ايه كل واحد يستند لايه لرؤيته طب ايه دليلك ان ده حرام ها اللي قال حرام ايه دليلك مفيش دليل عندكم دليل قول لي كده هات لي نص طيب ايه دليلك على انه مباح مفيش دليل طب ايه دليلك على المنع سد الذرائع سد ايه الذرائع قال لك اي سد الوسائل المؤديه الى الحرام فكل ما يؤدي الى الحرام فهو ايه كمن يشرب النبيذ النبيذ نص عليه في القران النبيذ شرب نبيذا عنب يعني مخمور حتى سكر هل النبيذ محرم لكنه ادى الى ايه ادى الى الحرام مش ازاي كمن قبل مثلا بس واحد ثم لامس ثم فاخذ ثم وصل لفين للحرام ها ابقى كل ما ادى الى الحرام فهو حرام فانا هعمل دليل او سميه سد الذرائع عشان اسد الباب هفصل اذا تجد بقى في دول الخليج البنات في الازهر البنات في كليه والشباب في ده من باب سد ايه هل في جامعه القاهره كده هل في جامعه الشمس كده مفيش اذا دي من المسائل المختلف ايه عليه فيه. خلاص افهموا الشرع افهموا الشرع اتنين قلنا سد الذرائع اجيب لكم حاجه تانية قلت لكم الحيل الشرعيه الاستصحاب يعني مثلا الاستصحاب من باب تعرف حاجه عن الاستصحاب تعرفوا حاجه شوشو جالك في الصلاة عارفين شوشو شيطان يعني جالك في الصلاة وقال لك احدثت انت بتجي في الصلاة كده ويجي يوسوس في ودنك انت خرج منك ليه صلاتك باطل ها اعمل ايه استصحب حكم الاصل ايه حكم الاصل انت الاصل فيك انك دخلت الصلاة انت طاهر ولا نجس خليك صلى فقال ان الشيطان لا يأتي احدكم في صلاته فيقول له احدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اوعى تسمع كلام مين الشيطان الا اذا سمعت بنفسك انت بقى اسمه ايه بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره الاصل بقاء الاشياء على حالها فانت دخلت الصلاه وانت طاهر اذا انت طاهر اذا انت ايه اختلفوا فيها الفقهاء منهم من اخذ بها ومنهم من لم ياخذ بها لكنها تخاطب العقل السليم والمنطق المستقيم ايه المانع فيها انا اخذت بها انت ما اخذتش بها لكن الاصل بيحكمني انا وانت ايه مش مشكله ابقى دي مصدر من مصادر التشريع المختلف فيها العرف والعرف عندي في مصر ايه مصدر من مصادر ايه التشريع ايه هو العرف ايه عارفين ايه الفرق بين العرف والعاده ها عارفين اتفضل كويس يعني يفرق العرف عن العادة الإلزام العرف عن العادة الإلزام يعني العرف ملزم العرف إيه؟ ملزم يعني أقول لكم على حاجة جاف واحد يوم من الأيام قلت له أنا عاوز أكل لحمة أنا عاوز أكل لحمة فبعدته يجيب مثلا كيلو لحمة فراح اشترى لي سمك فأول ما قلت له تخيل وهبل إيه اللي تجيبه ده؟ أنا أجيب لك لحمة قلت له ده سمك قال لي يا دكتور ده لحمه قلت له ده سمك شوف العرف غير الحقيقه هو الاصل فعلا في السمك انه لحم قال تعالى ها وتستخرجون منه ايه وحديه تلبسونها وترى فيه مواخر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سمى السمك ايه اما فما جاب لي اللحم هو صدق ولا غير صادق لكن العرف ايه العرف في مصر عندنا ايه السمك سمك
واللحم لحم. العرف هنا غير الحقيقة ولا لا؟ إذن هنا إن العرف مصدر من مصادر التشريع. أما العادة بقى، العادة النهاردة اللي بنلبسه احنا دلوقتي ده، البدلة والكرافات، عادة ولا عرف؟ ممكن نأتي بغيرها ولا لا؟ هل أنا حد بيلزمني؟ مش حد بيلزمني، لكن يمكن أن ينقلب تنقلب العادة إلى عرف. تنقلب العادة إيه؟ إلى عرف. ده ممكن أوي. تمام؟ طيب إذن دي مصادر التشريع، مصادر التشريع كثيرة جدا، منها المصادر المختلف فيها كثيرة جدا، تصل إلى أكثر من 13 مصدر المحصلة. فما جينا في القضية بقى، النور تعالى بقى، أين النص؟ قطعي السبوك، قطعي الدلالة، مش مختلف فيه. طيب ماشي، أين المن؟ انتهت المحكمة بقى. شوفوا، إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع إيه؟ بالقرآن. ده حديث، إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن، بمعنى أن الحاكم أو ولي الأمر له أن يستحدث من الأنظمة والقوانين حتى ولو لم يأتي بها النص. ليه؟ لأنه مسؤول عن إيه؟ عن العباد طبعا، وهو أدرى الناس يعني بعباده، ويريد أن يحقق المصلحة. لكن جاءت المحكمة قالت لك بعد سياق هذا الكلام، لكن هذا يخضع للرقابة القضائية، يخضع للرقابة القضائية. أنت استندت لإيه؟ استندت المبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، أين هو؟ المقاطعة عليه. خلاص، إذا اجتهدت فيه، وكل منا القاضي له اجتهاد، والقاضي الآخر له اجتهاد، وكل منهم يخطئ ويصيب. المهم المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى قبول الدعوة طعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم الدرجة إيه؟ الأولى، وتأييد فصل هؤلاء مين؟ الناس. لأن النهاردة العقل السليم بيقول، العقل السليم بيقول إيه؟ أن النهاردة الجيش المصري على تاريخه ده اللي قالوا فيه خير وأجناد الأرض، سر تماسكه وقوته إيه؟ إن مفيش توقف ولا أحزاب. إحنا مش زي لبنان ولا زي سوريا ولا زي إيران، يقولك ده شيعي ده سني ده مسيحي ده يهودي، لا 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 لا، أنا مصري بس، أنا مصري، دينك بينك وبين ربك، أنا أصلي، مش حد هيجبرني عن غير ديني وقواعدي وأخلاقياتي. وحكم صدق، ما هو ده حكم تاريخي، لأنه بيؤصل لشيء. إحنا أدرى بيئتنا وأدرى بشعبنا وأدرى. تخيل النهاردة لو مصر فيها هذه الطوائف وهذه الشيعة، ها ده ماروني، ده شيء، ده حزب الله، ده سني، ده سلفي، ايه ده؟ ايه ده؟ ما عندناش كده. سر قوكم بقى، ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير اجناد الارض، اذا دخلتم من مصر فاخذوا من شبابها جندا كثيرا فانهم خير اجناد الارض، خير اجناد الارض بتماسكهم وتلامحهم. فعندنا الوطن يعلو فوق كل شيء، حفظ الاوطان من مقاصد الاديان، من مقاصد الاديان. هنا يعني تخيل اجناد الارض كده طبعا، بس انتوا للاسف بقى بيفرغوكم، حقيقه بيفرغوهم من العالم المقيم. ما انتوا هنا عشان كده واحد بيغير عليكم. انتوا مصر كانت اهم مورد، اهم مورد في مصر زمان، المورد البشري، البشري كنا مصدركم لكل دول العالم، بتعلموهم. النهارده قعدت مع الدواعش في الصين، دوله اوروبا الصين، الدواعش، فكان معايا محاضره معاهم، فلقيت اللحى قد كده ومش عارفين انتوا اتعلمتوا فين؟ يعني جايبين كلام بقى مفيش خالص، اتعلمتوا فين؟ قالوا كذا كذا، وانتم العرب علمتمونا كذا. مين العرب؟ احنا شيء، احنا مصر، احنا الازهر، احنا مصر الازهر، التاريخ علمناكم كذا وكذا وكذا وكذا. لانهم تشربوا افكارهم من ناحيه شيء غريب عندنا خالص. فما زيك جت مصر عملت ايه؟ جت عامله جامعه في وسط الدوله، الدول دي الدول الاسلاميه جنب روسيا، عملت دوله جامعه اديها 22 سنه، خرجت ما الاف الالاف. والله يا شباب كنت اجد الوزير او المفتي يراني اخرج من المسجد يجري امامي يمسك الحذاء ويذهب فرحان،
ويذهب به ليضعوه أمام المسجد. دي أخلاقياتنا، دي أخلاقياتنا، دي اللي علم إحنا اللي زرعناها هناك بقى. دول ما علمناهمش إحنا، دول الصين ما زرناكوش ولا نعرفكم. فقالوا لنا لا روحوا أنتوا بقى، إحنا نستنجد بين بمصر. هم هواهم تركي، هواهم آسيا الوسطى، هواها تركي الإمبراطورية العثمانية، فمندمجين معهم شوية. فتشربوا منهم إيه؟ تشربوا منهم التشدد، التزمت، تشربوا منهم كذا. أما جابوا دول بقى الآخرين، فبدأنا إحنا نقتحم هذه المجالات. إذن يا جماعة زي ما علمتكم، ديننا ربنا سبحانه وتعالى شرعه، جعله واسع جدا جدا. إحنا ما زلنا بنعلمهم برضه. وزلنا بنعلمهم طبعا. ما زلنا بنعلم معظم دول العالم. أنتوا بقى المورد البشري، أنتوا المورد البشري بتاعنا. لغاية النهاردة. هم أرادوا إنه يخربوكم ويعملوكم إيه؟ فرغوكم. فرغوكم من إيه؟ من الكتاب المكروه. وقعد النهاردة يضحك عليك ويقول لك عن طريق كتابك على المحمول عشان الاتصالات تشتغل والكهرباء تشتغل وانت تدفع، اصبح بيزنس. اما الكتاب المقروء، ما احنا كنا بنقرا وناتي في سنه خمسه كليه، خمسه كليه وبتاعه شارع كنا قاعدين، كنا ناتي في خمسه كليه، كنا نسمع القران الكريم كاملا كاملا، ثم بعد ذلك اهو ومواد اخرى. تعالى النهارده فين الطالب النهارده؟ بيخرج بيعمل ايه؟ ففرغوكم من كده. ثم وسائل العولمة اقتحمتكم، أصبحت الأم النهاردة 10 ساعات تقعد على البتاع المحمول وتعالي تشكي وتقول إيه ابني فشل في التعليم، ولا جوزي طلقني، ولا جوزي الله، ما أنت خربت البيت. هم دخلوك الشيطان ده في البيت. دخلوا الشيطان في البيت. فهنا أقول إيه؟ ما دي مسألة أحوال شخصية، ما دي أمور مستفزة، الأمور المستفزة. كلام لكل برضه مش لا للكل، بس ما اقول لك ايه، بس ما انا لا لنا الكل يعني. وتجد الست تقول لك الراجل، الست تقول الراجل الراجل بيأثر في الانفاق ويستفيد زوجته، ومن الوقاحه اما ترد عليه ها يعاتبها الله. طب انت السبب، وهي كذلك قاعده طول اليوم على المحمول والتليفون وكذا وكذا وتستفزك، ومن الوقاحه عندها اما ترد عليها تعاتبك الله. أين بقى شرع الله؟ أين بقى الشارع من السنين كده عنها؟ إذن العيب فينا احنا، إذن العيب فينا احنا يا جماعة. أنتم أمهات المستقبل وأنتم رجال المستقبل، عودوا لنفسكم، غيروا على نفسكم، أنتم خير أجناد الأرض. فرغوكم من كل شيء، حتى العبادة أصبحت عادة، العبادة أصبحت عادة. تؤدي الصلاة ولا تسأل؟ لا يا حبيبي، مش عاوز صلاتك ولا عاوز زكاتك، انا عاوز اخلاقك، تعاملك مع الناس، لا تقبل الغش كمحامي، لا تكذب، لا تتملق، لا تنافق لاجل الوسيله. اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في دينكم. احنا اللي جناه على ديننا، احنا اللي جناه على ايديننا بسوء اخلاقنا، بسوء تعاملنا. ربنا سبحانه وتعالى ليس في حاجه الينا ان يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لكن احنا اللي في حاجة اليه، في حاجة الى اخلاقيات المسلم الصحيح، المصري الصحيح، مصري مسلم مسيحي يهودي. اخلاقياتك هي اللي تخليني اتعامل معاك. اذهبوا الى بلاد الغرب، اذهبوا الى بلاد الشرق، ترى الاسلام في الشوارع، ترى الاسلام في الشوارع، النظافة ها، ترى في المع... في ال... في ال... في السوبر ماركت والمول الامانة، مش ده بيبيع بجنيه وده بيبيع 10 جنيه. احنا النهارده في ظل الازمه اللي احنا عايشينها اظهرت اسوأ ما فينا، استغلال الانسان لاخيه الانسان. فين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يستغل الا خاطئ، وقال من احتقر على الناس طعامهم مسيحي او مسلم ضربه الله بالجزم والافلاس. ان في الناس ما تشخفش ربنا ليه؟ اذا العيب فين؟ مش العيب ان انا، مش انت تقول لي انا مسلم بصلي، انا لابس النقاب، انا لابس، لا 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 لا، المسلم معامله، الدين معامله، اخلاقيات، سلوكيات. هذا قليل من كثير كان عندي المفروض اقدمه ليكم، لكن هترك لكم الامر بعد اذن السيد النقيب، يعني 5 دقائق أو 10 دقائق يسالوا ما بدا لهم. اتفضل يا بني، اتفضل يا استاذ. اسمك ايه؟ تعال يا صبري. تعال اهو، تعال يا حبيبي، اتفضل يا صديقي.
سامعين. نعم. ابتكار الطعام. نعم. لا، في فرق بين الاحتكار والادخار. الادخار مباح شرعا، وحتى مباح شرعا حتى نص كده تدخر مدة عام، تدخر مدة ايه. اما الاحتكار انك تحجب السلع عن الناس حتى يرتفع ثمنها فتبيعها لهم باكثر من السعر. ده انت انهي في الاثنين دول؟ ها، انت محتكر ولا مدخر؟ ولا مدخر. طب اتفضل. ها، مدخر. اتفضل ازيدك. اتفضل. ها، عايز مسائل احوال شخصيه. اتفضلي. اتفضلي تعالى يا استاذ اهو. تعلمي ان واقفه تقف قدام المنصه. انا من ربي فيك ايه؟ ازاي تقف وتتكلمي؟ توقف كده قدام المنصه كده وتتكلمي. تعالى صوتك. في فيلم اسمه المركب. اسمه ايه؟ المركب. الفيلم دوت هم خدوا المركب ويمشوا في البحر. صوت يا اساتذه. هم المايه هنجيبكم دلوقتي تقولوا على فكره. معاهم ايه؟ معاهم خمر. نعم. ففي ناس كانت تشرب منها وفي ناس قالت لا مش هشرب منها. نعم. ولو اللي ما شرب هو ربنا حق يعني لو يعني هو ما فيش بقى غير الخمره دي. نعم. ربنا محل ان هم يشربوها عادي عشان يعيشوا. نعم طبعا طبعا. تمام. برافو عليك. طب اللي مش هيشرب بقى؟ ربنا هيحاسبه ان هو ما شربش عشان ربنا كان قافل بقصه؟ نعم. طيب. طبعا اتفضل يا سعد. الايه واضحه في القران الكريم. حرمت عليكم ايه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى آخر الآية. لكن إلا من اضطر غير باغ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. النهاردة أسأل سؤال، أيهما مقدم، حفظ النفس أم حفظ الدين؟ طيب استنى بس، ها، النفس أم الدين؟ ما أنت بحفظ نفسك هتحفظ دينك. صح؟ النهاردة انت ماشي في الصحراء مش محتاجة يعني. او في البحر وشرفت على الهلاك، ها، هتعرف تصلي؟ هتعرف تصوم؟ احفظ نفسك. فهنا الا من اضطر. طب هو دي وسيلة اهي. ولذلك الخمر حرمت مش مرة واحدة، ده بالتدريج. قال لك ايه؟ فيها اسم كبير ومنافع واسمهما يعني كان فيها بعض المنافع. ثم اتت بقى الناس كانوا بيروحوا يصلوا ومصر سكرانين والكلام ده، فجت الايه قاطعه بقى، لا اجتنبوه. ماشي ازاي؟ حتى في حد شارب الخمر ام سئل هل شارب الخمر حده معروف؟ يعني عقوبته معروفه؟ هل فيها نص في الحديث او السنه كده؟ طيب راجل سكر ام سكر عمل حاجات مش كويسه، فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعمل ايه مع ده؟ فالرسول بيسال الصحابه. فكان سيدنا علي بن الخطاب، علي بن ابي طالب كان يتسم بالفطنه يعني والزكاه. فطبعا ما فيش بقى حد لشرب الخمر. يعني ما فيش نص في القران الكريم بيقول انه شرب الخمر نعمل له كذا. ها؟ نقتله، نجلده، نضربه، هنعمل نعفن فيه، ما فيش. فقال ايه بقى؟ فقال ما رايك يا علي؟ فسيدنا علي قال ايه؟ نراه إذا سكر هذيا وإذا هذيا افترى. سيبقى خلاص يعني سكر هيصب إيه؟ بالهزيان. ولسان الهزيان ده هيلاقي أي حد قدامه هيلطشه. وإذا هذيا افترى وحد المفتري 80 جلدة. 80 إيه؟ إذا عقوبة شرب الخمر ثبتت بالسنة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصمت، فكانت سنة تقريرية. انه اقر ما قالوا مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. فاصبح شرب الخمر ايه؟ حده 80 ايه؟ جلد. ده بالنسبه لشارب الخمر.